حلو الكلام حلو الكلام. عارف المشكله بتاعت امبابي هيروح ريال مدريد ولا لا؟ فلما يروح هيلعب مكان مين؟ لا محمود يعني احيانا الاهلي في الصفقات السنين اللي فاتت الاهلي هو احسن نادي تقريبا في افريقيا عمل صفقات، محدش مختلف على كده. قال السنه اللي فاتت راح جاب 2 من احسن الاثنين لعيبه في افريقيا اللي هم امام عاشور ورضا سليم، احسن لعيب مركز 8 احسن جناح صح. الاهلي السنه او بدايتها السنه اللي قبلها راح جاب مين؟ احمد الكندوسي اللي هو في السنه دي كان احسن من بن رمضان، يعني السنه دي كان لسه بن رمضان بيلعب في الترجي وكان الكندوسي بيلعب في فوق ستيف وكان احمد الكندوسي هو احسن لعيب في افريقيا منور جامد وكان افضل لعيب مركز 8. انا قصدي يا كريم ان احيانا المبالغه في عند الناس او عند الجمهور او الجمهور المهتم دايما بالصفقات بيديها ممكن حيز اكبر من حجمها يضغط على النادي بيها. هل الاهلي في حاجه فعلا يعني الاهلي ما يقدرش يخش الموسم من غير بن رمضان؟ لا الاهلي عنده اوبشن كتير جدا، عنده امام عاشور، عنده كوكا، بوجهه نظري انا واحد من افضل اللعيبه اللي طالعين في الكره المصريه في مركز 8، كلنا شفنا كوكا في الاولمبياد وكلنا شفنا لما الاهلي احتاجه في كذا مباراه وفي كاس العالم للانديه وفي كل حاجه. لا الاهلي غير كده عنده اوبشن الكندوسي اللي هو ممكن يكون كولر مش مرحب بيه، بس هو في الاخر لو احنا قلنا من سنتين رجعنا باك سنتين ده في الترجي وده في فوق السيف الكندوسي